كانوا من ممن الذي نظروا في النحو والتصريف وتدربوا وقاسوا. وده أبي معنى هذا من قولي ابن جني. ولكن لم يكن هذا هو الجانب الذي شغله. لم يكن هذا الجانب، يعني لم يكن جانب النحوي الذي هو شغله. ولعل ذلك هو السبب في أن سيبويه. ولعل ذلك هو السبب أن سيبويه لم يروي عنه ولا عن تلاميذه شيئا مهما له في النحو ومسائله. لحظة. بمعنى ماذا؟ ما هو السبب يعني أنه لم كيف نعرف أنه لم يشغل في باب النحو أكثر من جانب آخر؟ لأن سيبويه لم يروي. سيبويه في كتابه الكتاب لم يروي عنه ولا عن تلاميذه شيئا. ولا أن تلاميذه شيئا مهما له في النحو ومسائله، إنما روي عنه بعض الشواهد اللغوية فقط ولم يأخذها عنه مباشرة، إنما أخذها عن تلميذه يونس بن حبيب ولم يأخذها عنه مباشرة. يعني إنما روي عن بعض الشواهد اللغة لكن لم يأخذها عنه مباشرة، هذه الشواهد اللغوية، إنما أخذها هذه الشواهد اللغوية هنا عن تلميذه ويونس بن حبيب. هاي بمعنى يريد أن يقول هو ليس نحويا في الحقيقة، يعني ليست يعني مرتبة الأولى في باب نحو، وكأنه لم يلقه ولم يجلس إليه. كأن يونس بن حبيب لم يلقه أيضا، لم يلق أبي عمرو بن العلاء وأيضا لم يجلس إليه. أيبدو أن يونس بن حبيب يخص من الآخرين وليس مباشرة على أبي عمرو بن العلاء. وفي أخباره ما يدل على أنه كان يأخذ بالاضطراد. وفي أخباره ما يدل على أنه كان يأخذ بالاضطراد في القواعد ويتشدد في القياس، فقد قال له بعض معاصريه. أي وفي أخباره، ما معنى أخباره؟ وفي الروايات عنه، وفي الروايات تحدث عنه، ما يدل على أنه كان، ما هنا مش موصولة، ليس منافي، ما يدل على أنه كان يأخذ بالاضطراد. ما معنى يأخذ بالاستمرار؟ يأخذ باستخدام في الاضطراد، باستخدام باستمرار بماذا؟ في القواعد ويتشدد في القياس. فقد قال له ويتشدد في القياس فقد قال له بعض معاصريه أخبرني عما وضعت. هناك له بعض معاصريه الذي عاش في أيامه، أخبرني عما وضعت بما مما سميته عربية أيدخل فيها كلام العرب كله؟ أيدخل فيها كلام العرب كله؟ فقال لا. من قال؟ ف...
فقال له بعض معاصريه أخبرني عما وضعت مما سميته عربية ألقوا فيها كلام العرب كله؟ فقال لا. فقال له كيف تصنع فيما خالفتك؟ طيب نشوف تمام بعدين. نعم فيه العرب. فيه العرب وهم حجة وهم حجة. قال أعمل على الأكثر. أعمل على الأكثر. ما معنى الأكثر؟ القياس. القياس بمعنى قياس. قياس الأكثر قياس الأقل بمعنى سمع. وأسمي ما خالفني لغات وأسمي ما خالفني معنى خالفني بمعنى ما قبله صحيح؟ لغات ورويت له في كتب النحاة بعض آراء نحوية قليلة ورويت له في كتب النحاة يعني رويت له يعني رواية عنه يعني الرواية عنه في كتب النحاة بعض آراء نحوية قليلة. معنى قليلة يعني هي أنظار نحوية التي ترد في كتب النحاة قليلة قليلة نادرة. مروي منه مروي من أبي عمرو بن العلاء من ذلك أنه كان يرى أن المنصوب في قولهم حبذا محمد رجلا يعني هذا مثال قاعدة أنظار النهوية من أبي عمرو بن العلاء نعم حبذا محمد رجلا أي تمييزا لا حل. أين تمييز وقال حبذا رجلا أو حبذا رجلا يا دكتور رجلان تمييز ما شوف تمييز هذا هو ليس حل ليس حبذا يعني رجلا هنا تمييزا لا حل نعم لا يمكن حل من اسم مثل رجلا هنا لا يمكن هذا من اي كتاب يا افيكا ما شوف افيكا هامش المغني لابن هشام كان يذهب إلى أن بني التامين تهمي ليس مع إلا حملا على ما كان قولهم ليس طيب إلا المسلك إلا المسك بالرفع هذا أيضا فيها ما يعني ذكر السيوطي أما الحوامي أظن للسيوطي أيوة. ذكر عن المعلومات من اللبي لابن هشام اوكي برجع الى الاول نعم تمييز هنا الشاهي هنا رجلا هو تمييز وكان يترك صرف سبأ في قوله تعالى يترك صرف سبأ يعني متصرف من سورة سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين وكأنه جعل اسما للقبيلة يعني سبأ هنا يجعل له اسما للقبيلة جئتك من سبأ بنبأ يقين وقال كأنه جعل اسما للقبيلة طيب والحق أنه لم يكن نهويا ماذا قال شرقي بناء على هذا الأساس العديد ما دون رجلا هنا تمييز لا حالا كيف رجلا أصبح تمييزا تمييزا لازم في باب ما يتعلق بتوضيح ما قبله إذن هذا أنظار النهوية ضعيفة
وكذلك جئتكم سبع نبع يقين كأنه جعله اسم للقبيلة في سبع أيضا ضعيف من قول شوك الضيف. بناء على هذا الأساس والحق أنه لم يكن نحويا بالمعنى الدقيق بهذه الكلمة، إنما كان لغويا أوكي، ورويا ثقة من رواة الشعر القديم أوكي، إذ كان قد سمع عن العرب قد سمع وإذ كان لماذا راويا ثقة من رواة الشعر القديم إذ كان قد سمع ليس سمع سمع عن العرب وأكثر من السماء، أي بمعنى روي ثقة من رواة الشعر القديم أوكي، وماذا؟ لأن قد سمع عن العرب وأكثر من السماء. نعم وهو لغوي ولا نحوي. إذن هو لغوي ولا نحوي دقيق، نحوي لكن قليل، لم يكن نحويا بالمعنى الدقيق. نعم.